بمناسبة الأيام الثقافية والفنية والرياضية في دورتها الثالثة، وتحت شعار الحفاظ على الموارد المائية وتثمينها رافعة أساسية للتنمية المستدامة، نظمت اليوم بمقر الغرفة الفلاحية لجهة بني من الخنيفرة ندوة علمية تشاركية حول الموارد المائية. وتهدف هذه الندوة إلى التحسيس بأهمية الماء وإشكالية الندرة والتدبير الرشيد، الوقوف عند مجموعة من التدابير العلمية التي تم اتخاذها في إطار السياسات الاستباقية التي أنجزت على صعيد جهة بني من الخنيفرة، والرامية إلى الحفاظ على الموارد المائية وتدبير ندرتها، وأكد العمليات المستعجلة التي استهدفت تطوير العرض المائي بها. وإليكم مداخلة السيد محمد بولمان عن جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض ببني ملال والائتلاف المغربي للمناخ والتنمية المستدامة. حضور الكريم، يسعدنا أن نستأنف أشغال هذه الجلسة الصباحية الختامية بمداخلة في موضوع الموارد المائية بالمغرب، إشكالية العرض والطلب. هذه المداخلة سيتقدم بها الأستاذ محمد بولمان عن الكاسكيت اللي لابسها السي بولمان دابا، هي ديال جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض. إذا الكلمة للأستاذ بولمان. شكرا السيد الرئيس، شكرا لأساتذتي لقبول الدعوة، شكرا للحضور الكريم. إذا مداخلة ديالي يعني غتكون باسم جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض فرع بني ملال، وكذلك باسم الائتلاف المغربي للمناخ والتنمية المستدامة. كما تعلمون بأن لايس بي دي عندها 39 سيكسيون على المستوى الوطني، وفي الجهة ديال بني ملال كاين جهة ديال السيكسيون، وحدة في دمياط، وحدة في خيبرا، وحدة في بني ملال. العرض ديالي سوف يتناول إشكالية العرض والطلب، لأن الإشكالية التي مطروحة في المغرب يعني دائما نتكلم عن توفير الطلب ولا نتكلم عن العرض ولا نتكلم عن تدبير الطلب، لأن المشكل ديالنا يعني الموارد المائية فهي في تناقص كثير، وكذلك يعني السياسة المتبعة سواء في القطاع الاقتصادي القوية اقتصاديا على المستوى الوطني فهي تتطلب موارد مائية. إذا يعني العرض يعني سوف يتطرق إلى إشكالية الموارد المائية على مستوى المغرب، وكذلك هشاشة هذه الموارد، وبعد يعني بعد النجاحات التي حققتها السياسة المائية على المستوى الوطني، وكذلك بعد النواقص التي عرفتها. في الأخير ستكون واحد المجموعة ديال التوصيات والخاتمة. دونك الإشكالية ديال الموارد يعني في المغرب كما تعلمون، دونك هاد لونجيستر ديال ليفوليسيون ديال الليفيومتري ولا ديال السوكاج ديال يعني لو طو دومبليساج ديال لي باراج، يعني على مستوى الاقليم على مستوى الحوض المرابي، كنشوفوا بان المسيره يعني ماشي اليوم الاخوة، انما هو واحد الشيت اللي بدا في اكسبونونسيال غالبا ليكسبوزور نيجاتيف تقريبا من 2015 وهو يعاني، والحده رأيناها في 2019 حاليا اللي كان وصل 0.55%، يعني أقل يعني في أقل يعني من النيفو باش أنه نخرج من المال، لأن أصبحنا نفكر في استعمال تنظيفات لاستخلاص المياه التي متواجدة في البحيرات التي لا يمكن استخراجها عن طريق الأنبوب. كذلك نفس المشكل بالنسبة للسد بالويدان، لأن كنتكلموا على سد المسيرة كثاني أكبر سد على المستوى الوطني، ولما نتكلم على سد بيل ويدان ثالث اكبر سد على المستوى الوطني، وكذلك سد احمد حصري على الوطني، الاشكاليه يعني ليست بجديده، وكما تقدم الاساتذه سواء الاستاذ ياسين ولا الاستاذ ابراهيم، دونك الاشكال المشكل ديال الموارد المائيه فهو تاريخي، يعني يؤسفنا ان نسمع المسؤولين لما يتكلمون كانهم يكتشفون العجله. القرار والمشكل يعني قديم جدا، والمشكل يعني ليس آني كما يتظاهر. لنؤكد على هذا، كما تعلمون يعني
الموقع الجغرافي ديال المغرب هو موقع في البحر الابيض المتوسط. البحر الابيض المتوسط يعني من ضمن المواقع اكثر هشاشه للتغيرات المناخيه على المستوى الوطني، وجميع التقارير الدوليه تؤكد هذا. كذلك يعني عندنا يعني سياسات يعني التي تستهلك المياه بشكل كبير، يعني بشكل كبير، وعندنا تغيرات مناخيه. التغيرات المناخيه شيء واقع والبطيء يتواجد بين المناطق الرطبه والمناطق الجافه. كما تعلمون لما تتواجد بين منطقتين تكون عند الحساسيه اكثر، تكون الحساسيه زياده. كما تعلمون كذلك بان الفارياسيون يعني التغيرات ديال التساقطات على المستوى الوطني كانت المويه اللي كتعطى بين 10 و 50 برمو 50 مليار متر مكعب في السنه اللي مرونا. يعني في اخر تصريح اللي سمعنا من السيد الوزير وحنا وصلنا 0.57 يعني كراكور، يعني في 2022 سمعنا الرقم ديال 1.9، وفي سنه 2024 نقارن انفسنا بسنه 2023 ولدينا ناقص. اذا اصبحت السنه التي فيها يعني كميه المياه المتجدده 0.57 هي سنة أحسن من سنة 2024. إذا لما نطرح الأسئلة أين هو المعدل ديال 22 مليار مكعب الذي نتكلم عنه منذ سنين؟ هذا المعدل 22 مليار ديال المتر مكعب ويحيل 8 سطحية وأربعة جوفية لم نتمكن من الوصول إليه من سنة 1999 كما قالت الأستاذة ستار بوان دانفليكسيون. من 1999 تم حقيقة الرقم، ولكن رغم ذلك في جميع التقارير ديال الدوله لا زال هذا الرقم يسوق على انه موجود والسياسات تتبعها هذا الرقم. للاشاره نعطيكم هنا بعض المعدلات ديال الموارد المائيه المتجدده. الى خلينا بين 1945 و 1980 نتكلم عن المياه السطحيه 21.5 مليار. الى خلينا بين 1960 و 2006 هو 18 مليار. هذا هو الذي اعتمدت الدوله، لان في القديمه تخرج بان ذات المعدل بين 1969 و 2006. والى خدينا كما قال السي جوبونس بوحزامه بان بين 1980 و 2021 باغون 2021 هو 14.5 مليار متر مكعب. والى خدينا 2017 و 2021 هو فقط 8.5. ولاخدينا دابا تشكل 8.5 راه فيها هاد الجوفيه والسطحيه، يعني لا مجال للمقارنه مع الاخرين، لان المياه السطحيه لم تكن يعني ما كانتش معطيه. وفي سنه 2022 الارقام الرسميه ديال الوزاره 1.9 مليار متر مكعب ديال المتجدده، يعني بمعدل اقل من 60 متر مكعب بالفرق في السماء. يعني نحن بعيدين جدا على ما يسمى بشح المياه وندره المياه في الخمسينات متر مكعب. الى خدينا سنه 2023 كانت فيه 0.57 مليار، هذا تصريح حكومي، يعني اقل من 15 متر كيلو للفرد في السنه. اذا نحن بعيدين جدا ان نتكلم عن سواء على ندره المياه او على شح المياه، انما يجب ان نتكلم عن ازمه خانقه للمياه على المستوى الوطني. نحن في ازمه مائيه وليس في شح من المياه. وفي سنه 2024 كما قلتكم بان اصبحنا نقارن من سنه 2023 ونقول بان نطور ربليساج 0.6 باغابور 2023. الوغ بور 2023 سيتي ماني دو كريز، دونك لا كريز. دونك الى خدينا كذلك يعني السياسات، الى خدينا السياسات الحكوميه، دونك كذلك الرقم الذي يتم تسويقه ديال 75 متر كيوب ديال لونغوزمون، هذا رولاتيف يعني 2000 ديجا مع المعدل ديال 22 مليار ديال 2069 2006. وهذا الرقم كذلك يعني ما بعطيها كانت يعني تقريبا العدد ديال السدود في المغرب كانت ما يناهز 123 سد، حنا بحاجه 153 سد. هذا الرقم يجب اعاده النظر فيه كذلك. اذا الى خدينا الحاجيات ديال المغرب يعني في لو نورمال ديالو يتمشى هو 16 مليار متر مكعب. إذا نحن في 0.57 ون بوزوان انيالمون دو 16 مليار متر كيوب. إذا خدينا يعني لي بريفيزيون كليماتيك يعني في لافونير، أون أورا بوزوان دو 18.6
مع العلم ان الفلاحه تحتاج الى تقريبا 87%، ولما نتكلم عن الفلاحه تحتاج 87% حاليا افيك لوغمونطاسيون دو لا تمبيراتير دونك بلي فوق 4 درجه الحراره واحد ديكريسي، يعني لا دومون ديال المادة تولي تزاد تقريبا 12%، بالاضافه الى ان لا برولونغاسيون يعني التمديد ديال الفتره ديال السقي الا كنا كنسقوا في شهر 6 و 87 غادي نسقوا في شهر 3، دونك يعني كاين البروبليماتيك. دونك ايغالمون كاين ان غران بروبليم اللي هو لي ترونسفير، مثلا فاش كنهضرو على لي ترونسفير يعني لي بروبليم ديال سيفان لي فوازان سي تو فوازان، منهم كاين ودوطر يعني ايغالمون ان كي ترونسفيرو لو بروبليم ديالو ديال المغرب، دونك يتم نوعا ما استغلال المغرب والاخر مثلا التصريح اعتقد ديال وزير الفلاحه ولا وزير الامور ديال الاسبان انه خذوا قرار كاع منتوجات الفلاح اللي راه يعني لا اقل من شهرين باش شرحيها بان جميع المنتوجات الفلاحيه التي تستهلك المياه بكثره يعني انهم غادي يمشيو لامبورتاسيون ديالها ايضا انهم يديروا لا بروديكسيون سيتي ديسيزيون بالنسبه ليهم. دونك اذا كاين كذلك كاين التغيرات المناخيه دونك سو كيف كاين لي فاك دو شالور دونك لي كريم لي زانونداسيون هذوك سون لي فريكون اي بلي فور اي بلي لون كيما قالت الاستاذه راه يعني كانت شحال من الايميليتي كانت في مثلا في جونس 1949 و 1989 دونك لا فوق باري دونك بان لي زاني ايميل زيتي سي بيريور دابا لي زاني سي ايميل زيتي سي تري انفيريور و جات ان باش يكون كيما لي وي سيتي ليكسيسيون اي نون فالا نورمال دونك سيتي ليكسيسيون. دونك ايغوالمون دونك عندنا ان اوتر بريسيون سي لوغمونطاسيون دو لا بوبيلاسيون يعني ارتفاع عدد السكينه، واكثر من هذا بان هذه السكينه التي تبقى فيها اصبحت تتمدد يعني الطلب يعني الطلب ديال السكينه في المنطقه في البوادي ماشي هما الطلب يعني نعتمد سلطون السياحه تعتمد على الماء وهي ليست فيها الماء. كذلك بان كاين الاشكال كذلك بانه اصبح صعبا ان تجد موقع لبناء براش لبناء سد، اصبحت صعوبه كبيره بان تجد يعني موقع لبناء السدود رغم ان المغرب حفظه الله بالله يعني بالجدال يعني مقارنه مع الدول الاخرى يعني كنا الرقم هذا بالطاقه يعني هذا هو قديم ديال المليار ديال الكالكول ديال يعني باركون بالنسبه لسيريكس فورماسيون دو بيتيتي دونك سي تو من 1966 1960-2006 donc il faut le revoir donc j'ai l'occasion de parler avec la responsable qui a dit هل عندنا فوراج يعني ونزيد ستاني دروا ونحفر ستاني دروا اخرى ونزيد صافي دير الكومينياسيون اللي ديروا ليزوبيتي دار لا بريتي دوز نادا دونك يمكن ان الوار في الاول كنا كنهضروا على ليزوبيتي كان لو كينزل بواحد فاصلة 7 1.5 دابا من الكام لان من سيبيريور دونك علاش لان لا لابور ديال لي سوسيتي بيزيال ما بقاش ايغالمون لا ديغراداسيون ديال لو كوفير فيجيتال اللي كنا نهضرو على لابور دونك هنا الهشاشه ديال الموارد المائيه في التغيرات المناخيه دونك جميع التقارير دونك هنا كنظهروا بان المغرب كيتواجد يعني في البحر ديال المتوسط دونك لي بريفيزيون دونك ديال الدرجه الحراره يعني تقريبا جوج بجوج وثلاثة من هنا من 2050 وكذلك من 3.5 و 5.5 يعني 2100 دونك فاش كنوصلوا مثلا لوسكون دي باس لي 4 اوني دون ليريفيسيل دونك نو بو با روفينيير دون زون دو ليريفيسيل دونك سي بوتيتا سي لا فارم دونك ديمينياسيون دي بريسيبيتاسيون دونك لوسكون بارل دي ديمينياسيون دي بريسيبيتاسيون دونك كنلاحظوا بان لو نور هو لو بلي فينيرابل على ديمينياسيون دي بريسيبيتاسيون باش كنشوفو يعني في الصحراء 5% ميل كي دير لا كونتيتي دو كيبونك ديال الصحراء كطلع فيها 50 مليتر لو وصلت 5% ميل ولكن نشكرو بعض لما نتكلم على الشمال كتكون فيه 600 800 مليمتر 1200 فاش كنهضر على 50% دونك سي دي كونتيتي انورم يعني اللي كبيره دونك ايغالمون عندنا واحد البليسمون ديال لي سيزون دونك تلقى الشتاء ما بقاش الشتاء الصيف ما بقاش الصيف بريسك فصل الربيع ما بقاش يعني تقريبا فصل الربيع دونك ايغالمون لا برولونغاسيون ديال لا ديري ديريغاسيون بالنسبه لي بلونت افيك لون دوموند كي اوغمونت
دونك لي بريفيزيون اللي كاينين سي دي ديمينيسيون ديال الديسيم ديال 2050 سي ديمينيسيون ديال روندمون ديال روندمون اجريكول يعني من 42 ل 2025 ل 63 ولكن اللي شفنا في السنوات الاخيره ثلاث تقريبا تبع العيال ديال هاد الشيء اللي سون بري اللي باسي دونك بار فوا كاع كنبقاو عندنا سي زيرو دونك بالنسبه للبنك البنك الدولي تي اليرتي على الشير ناسيونال بان يعني السبب لانه مشكل مونديال يعني ماشي المغرب بوحدو بان لا دوموند يعني الشوز ليست مفاجئه وليست زعما يعني كما تدعوا المسؤولين يعني بان الجفاف وكذا ويمكن السنوات الاخيره انما جميع التقارير انا عثرنا في التقارير ديال الدوله يعني كاينه الكوميونيكاسيون البلاغ الاول ديال التغيرات المناخيه ديال المغرب 2001 وكذلك البلاغ الثاني 2010 وكاين البلاغ الثاني 2016 والبلاغ الرابع 2022 وكلهم كيعطوا بان المغرب غادي لا بينريدو وبان المغرب سوف يعاني يعني في المشاكل المائيه لا نهضروا على الكولتور يعني الجاليه لا نهضروا على الهدوء مستحيل اللي رسميه للدوله ذات الراسه ودونك هنا كنجيو مثلا فاش نشوفوا هذا الرابور اللي داروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللي داروا في 2014 يعني وهذا اللي عنده واحد البريفيزيون بان الريسورس اون نو يعني الموارد الماليه سوف تتقلص تقريبا بواحد 80% في 25 سنه القادمه بالاضافه من ما نهضروا عليه دونك هنا في سيكسي يعني بعض النجاحات ديال السياسات الماليه في المغرب دونك سي هاد الانستالاسيون ديال مثلا ان تمكنا بان نحطوا الوكالات الحوادث الماليه تمكنا بان نديروا دي بلانيفيكاسيون سوا في لو بلان ناسيونال دورو سوا في لي بدير كذلك حطينا لو بلان ديرجونس ديال الماء وحطينا لو بلان يعني لو بلان ناسيونال دورو وكذلك تمكنا حاليا حد الساعه يعني من بناء 153 براج و 823 يعني تقريبا هذيك واحد القدره التخزين ديالهم ديال 20 مليار ديال المتر كيب وكذلك حاليا تكاين واحد 20 كذلك باراج كوليديال دونك تمكنا كذلك اننا نسقيو 1.6 مليون هكتار ولكن الاستدامه ديال السقي ما تمكناش منها سقينا واحد 300 قريب دونك في الشنا كذلك وفرنا الماء الصالح للشرب لتقريبا للجميع المغاربه دونك سي بريزونتيسيون طورنا المعرفه ديالنا يعني في تحليه المياه وفي تدوير المياه الا ان المياه اللي حاليا جيسكا بريزون اللي تم تسمينها يعني اللي تسمين في يعني في المياه العادمه هي 36 مليون متر مكعب الا خدينا الرقم اللي تعطى في حدود 2006 فهو مليار متر مكعب اللي كتستهلك الساكنه فالوريزينا منها 36 مليون يعني متر مكعب كذلك ان الانتاج الطاقه غير المائيه دونك كاين ديزانسيفيزونس تاع النواقص دونك يعني استغلال المفرزه ديال الخرشات المائيه اللي مثلا الى حنا شفنا كتبع عرب 245 مليون استهلاك اللي شفنا برشيد كذلك 200% دونك خرجنا القانون ديال الكونترناب يعني في 1995 جيسكا بريزون ما دفعش كذلك الضعف ولا الانعدام يعني لا روشارج ارتيفيسيال ديال الماب يعني وكاينه ماشي انسيفيزونس انما ابسونس توتال دو بارتناريا بيبليك بريفي بور لا موبيليزاسيون ديال ريسورس دي ريسورس هيدريك دونك فاش كناخذوا الديسارمون ديال الشتوكين في العاون كنهضروا على سيتي بارتناريا بيبليك دونك سيتي بارتناريا بين الدوله العاونات دونك سي سيت ان ايتابليسمون ايتابليك تما انسيفيزونس ديال دونك انسيفيزونس دو فالوريزاسيون دي لو دو لو سوا كونفونسيوني سو نو كونفونسيوني فاش كندير واحد الماء مثلا وكندير المعالجه ديالو كندوكو كنمشيو نسقاو به الجاده دونك كيطلع لي 10 دراهم واش ندير لا فالوريزاسيون نسقاو ديريك دونك سي با اون فالوريزاسيون كوريكت ديال الماء هنا دي غورد ولا سي با اون فالوريزاسيون دو دونك كذلك لي زاجونس دونك سوفر ديال لو مانك دو بيرسونيل également donc la présence d'une agence nationale donc très متدخلين كذلك في بناء تلقى لي زيفوري تلقى كذا تلقى دونك il y a des problèmes ديال
ديال هنا لا نهضروا على لا بوليسيون دونك سوا لا بوليسيون بار دي فيرتيليزون سوا لا بوليسيون باش ناخذوا مثلا ديال الفلوس ديالكم الربيع يعني راه واحد تقريبا واحد 4 ولا 5 ديال المليون ديال لا ديشارج على على عليه دونك également quelques recommandations donc les solutions doivent être biologiques donc toute solution mécanique sur le cas des placements de la développement de béton donc il faut reboiser intensivement donc dans les forêts et il faut également irriguer donc une partie orientale donc la prévention aussi mais c'est le premier des dossiers parce que c'est compliqué qui est fondamental donc il faut également irriguer donc avec la le terrain de chair, donc le terrain de chair, donc ça permet la filtration, surtout la région de la c'est une région montagneuse, où la montagne est assez calcique, donc il reste le couvert végétal, ça va être magnifique pour la nappe phréatique, et également d'éviter l'embrasement via le clivage. Donc il faut quand même penser, si possible, de fertiliser la forêt. Donc on fertilise la forêt par la seule de la production, pour que le couvert végétal soit un peu intensif, donc pour également. Limiter donc l'érosion avec la goutte qui tenait le capteur de chaleur en fait tenait le mal de la terre donc il est donc on arrive à ce qu'on appelle les auberges donc également pour réduire donc il faut trouver une façon de réduire le sujet du troupeau en forêt également donc on avait dit qu'il faut fertiliser avec être responsable également il faut faire le contrat NAP avec une dotation bien définie. Ce n'est pas le contrat NAP, il faut faire le contrat NAP. Quand je vois les gens qui arrivent à la maison, ils ne sont pas en train de se faire la planche italienne. Donc il faut que les gens fassent l'agriculture. Donc, encourager le semi direct, donc valorisation des déchets. Donc, un certain nombre de. Également, c'est malheureux, donc parce que le premier grand barrage à l'échelle nationale n'a pas fonctionné, cette ouverture n'a pas fonctionné juste en lac. C'est malheureux. Donc, ce qui vient de l'Ouachdel, c'est terrible. Donc, c'est vraiment donc, à quoi sert de construire des barrages, les gens ne connaissent pas les meilleurs siècles de l'Hukuma à l'Hassab, les à quoi sert de construire des barrages, maintenant, il y a un haut de donc il faut également la gouvernance et là donc il peut demander des solutions mécaniques sur le déplacement du programme dans le temps du monsieur. شكراً محمد بولمان على هذه المداخلة القيمة الموارد المائية بمغرب إشكالية العدوى الطلب فعلاً التحدي الكبير الذي يواجهه المغرب اليوم هو قلة العرض بطبيعة الحال وارتفاع الطلب وهذا كما أشار إلى ذلك السي محمد مرتبط بالنمو الديموغرافي على أساس أن ساكنة المغرب مثلا في بداية القرن العشرين لم تكن تتجاوز 5 مليون نسمة 1960 11 مليون نسمة 1980 20 مليون نسمة اليوم نتحدث عن الدول حوالي 40 مليون نسمة الإشارة الثانية التي أشار إليها السي محمد وهي تزايد نسبة التمدين انتقلت الساكنة الحضرية في المغرب ما بين 1960 إلى 2022 من 29% يعني نسبة الساكنة الحضرية إلى اليوم حوالي 64-65% معنى هذا الكلام أن استهلاك الفرد في المجال الحضري أكبر بكثير مما يستهلكه الفرد في المجال القروي 6 مرات وهذا من طبيعة الحال يجب أن نأخذه بعين الاعتبار.